عندك قشرة في شعرك مضايقاكي قوي، استعملتي انواع من الشامبوهات كتير عشان تتخلصي منها، واوقات الشامبو ده كان بيخلي شعرك جاف، استمرتي عليه فترة طويلة وبرضه ما بيديكيش النتيجة اللي انت عايزاها. تعالي بقى اقولك السر في الكوباية دي، كوباية الا ربع من الكحول هيخليكي تتخلصي من كل مشاكل القشرة اللي مواجهاكي سواء انت او عيالك. طبعا مفيش بيت مفيهوش كحول للتطهير والتعقيم، النهاردة هنستخدم الكحول دي في وصفتنا عشان نقضي على مشكلة القشرة دي ونتخلص منها تماما. قبل بقى ما نعرف ايه علاج مشكلة القشرة لازم نعرف اسبابها في البداية. تعالوا بقى اقول لكم اصلا اشهر اسباب ظهور القشرة بتكون ايه، سواء كانت فروة شعرك دهنية او جافة، الاتنين دول بيبقوا عامل مهم جدا لظهور القشرة. كمان التحسس من منتجات العناية بالبشرة ايا يعني كان نوعها ايه، ده بيكون عامل برضو لظهور القشرة. او التهاب في فروة الشعر ممكن يسبب الحرارة ويأثر على الشعر ويظهر القشرة. كمان التوتر والقلق اللي بتمر بيه بيكون سبب لظهور القشرة. النهاردة بقى وصفتنا رهيبة هتخلصنا من القشرة تماما، يلا تعالوا نشوف هنعملها ازاي. عندنا كمان بطل تاني وهو الثوم. هنقطع بقى الثوم بالشكل ده. الثوم يا جماعة بيحفز نمو الشعر وكمان هو مضاد حيوي لفروة الروز. قطعنا الثوم بالشكل ده ويفضل ان احنا كمان نقطعه بشكل اصغر علشان نستفيد بكل جزء منه ويطلع الزيوت اللي فيه. عندنا كمان تقريبا كوباية من الخل، هنحط فيهم الثوم بالشكل ده. هنحط بقى عليهم كوب الا ربع من الكحول وهنسيبهم يا جماعة 3 ايام، نرجهم فقط كل يوم. بعد 3 ايام هنصفي الخليط ده ونحطه في بخاخ ونرش منه على فروة الراس كويس جدا، وهندلك فروة الراس وهنحطه على شعرنا لمدة 30 دقيقة، وبعد كده هنغسل شعرنا كويس جدا وهنكرر الوصفة دي كل يوم. بعد كده مش هتلاقي اثر لاي قشرة. الكحول هنا بيقتل كل الفطريات الموجودة في فروة الراس، والفطريات دي بتكون السبب الاول في تكون القشرة وظهورها في الشعر. فجربوا الوصفة دي وان شاء الله تعجبكم. تاني بقى وصفة عندنا لازالة القشرة من الشعر نهائيا، شوية مية دافين وهنحط عليهم بيكنج صودا من بتاعة الخبز وهنقلبها كويس قوي لحد ما تدوب. خلاص كده زي ما احنا شايفين ان البيكنج صودا دابت كويس قوي مع المية، هنستخدم بقى زيت الروزماري او اي زيت عطري زي ما احنا شايفين، حاجة بسيطة خالص. زيت الروزماري كمان مفيد جدا للشعر. هنقلب الخليط كله كويس وهنعبيه في بخاخة، هنعبيه بقى بالشكل ده كده. وهيستخدم الخليط دوت ان احنا نغسل بيه شعرنا بدلا من الشامبو، وطبعا هنلاقي نتيجة رائعة جدا في ان احنا تخلصنا من القشرة اللي موجودة في شعرنا. وبكده تكون خلصت حلقتنا، بس ما خلصتش وصفاتنا. استنوني في وصفات تانية جاية كتير. مع السلامة.